طعام البلد المنهوب، وهو لا يتحقق دون إعادة السيادة العراقية وسيطرتها على مواردها. وهذه كانت أولى الخطوات التي سيطر عليها الكاظمي ضمن سلسلة قرارات لاقت ترحيب شعبي وأممي، وتكللت بالنجاح بسرعة لم تتمكن حكومات سابقة بتحقيقه، أبرزها السيطرة على المنافذ الحدودية. فليس بسيطا أن يكون ذاك البلد الكبير والغني اليوم جائعا وبلا وزن في الحسابات الإقليمية والدولية. أموره بيد أطراف خارجية باتت تطلق تهديدات مماثلة كلما تعرضت مصالحها للتهديد على يد الكاظمي، والتي شنت حربا إعلامية ضده، كما أنها تتعمد إحراجه بشكل مستمر لفنه عن تنفيذ مقاصده التي تهدد مصالحها. فبحسب خبراء بالشأن الأمني، أن استهداف أطراف خارجة عن القانون للقوات الأمريكية والسفارات الأجنبية هو رسالة للعراقيين بأن هيبة الدولة لن يتم استعادتها، وأن قوتها هي التي تتحكم بالبلاد. وهذا لابد أن يقابل بقوة وشجاعة أكبر من قبل الكاظمي لإنهاء مسرحية كاتيوشا وزج من يريد أن يزعزع أمن واستقلال البلاد إلى سجون أبدية. فجولة من قطعت أدروعهم داخل البلاد تأخذ وجهة جديدة لاستفزاز مصالح الولايات المتحدة في العراق وإحراج الكاظمي أمامهم، من خلال قصف المواقع الأمريكية، أهمها السفارة الأمريكية التي تعزز علاقاتها مع العراق. ولكن ثمة صمت لابد للكاظمي الخروج منه، ومواجهة انتهاك سيادة البلاد بشكل أشد، وإنهاء وجود هذه الخلايا في العراق. وأيضا ضمن سلسلة خطواته التعهد بمكافحة الفساد وإعادة ملايين الدولارات المهدورة إلى الخزينة العامة، ولكن استعادة الأموال التي نهبتها جماعات فاسدة لن يكون سهلا، خاصة وأنها تشن معركة شرسة ضد الكاظمي بدأت حتى قبل تنصيبه. أمل شعبية علقت على قوة قرارات الكاظمي، والتي تحتاج لجرأة أكبر لتحقيقها. ضحى عنبر، الرشيد.